السلام عليكم متابعي قناة توب 10 عرب في حلقة جديدة. تخيلوا أن تجد مقاطع تظهر نهايات مخيفة لأصحابها الذين لم يتم إيجادهم من بعد تصويرها، سواء دخلوا لمبان مهجورة أو تعرضوا لهجوم مباغت. المهم أنهم لم يخلفوا شيئا سوى ذكريات عزيزة لدى عائلاتهم وأسرهم، إضافة إلى هذه المقاطع التي توثق ما قد يكون آخر أيام حياتهم. استمتعوا بحلقة اليوم إن استطعتم طبعا. في المرتبة الخامسة، مصاص دماء في الطريق. الجالس في مقعد الراكب هو من صور المقطع الذي سيتم إيجاده فيما بعد قرب السيارة التي اختفى سائقها ومصور المقطع. يبدو السائق في بداية المقطع وكأنه يحاول الهرب من شيء ما وهو خائف، قبل أن يتوقف فجأة بمجرد أن لمح أمامه في الطريق ما بدا كجثة بشرية. خرج السائق من السيارة ليتأكد مما يسد طريقه، وفي الوقت ذاته يتوقف المصور عن التصوير قبل أن يكمله ليلتقط اللحظات الأخيرة التي ما تزال في حاجة للتوضيح. في المرتبة الرابعة، عفريت القبو. قررت مجموعة من التلاميذ من إيزلندا استكشاف قبو المؤسسة التي يدرسون فيها، ومع أن القبو مظلم ومخيف إضافة إلى انتشار قصة اختفاء تلميذ داخله، إلا أن هذه المجموعة اختارت المجازفة. فما الذي تعتقدون أنه حدث لهم؟ شاهدوا المقطع لتعرفوا. Thank you.
في المرتبة الثالثة، شخص غريب بنوايا مشكوك في أمرها. أثناء تجول شاب كرواتي في مدينته ليلا وهو يصور باستعمال هاتفه، وفجأة انتبه إلى وجود شخص غريب في الخلفية. انتظره وصديقه حتى اقترب من المرور من قربهما، فيقترب منه أحدهما ليظهر له جليا أن بالغريب تشوه دفعهما للهرب منه. هل انتهت القصة هنا؟ طبعا لا، فهنالك من ينتظرهما في المصعد من طرف الشخص الغريب. فما هو يا ترى؟ شاهدوا الفيديو لتعرفوا. Dobar daj. Krilik. Nemam pojma, daj ga šutni, ja ne znaš. Daj ga šutni. Ne, neću se. Mislim da je pijan ili nešto. Okej, okay, mislim da idemo. Amo mi odavde, amo. Fuck, Isus, ti mu vidio facu, snima ga, snima. Pa naravno da sam vidio u facu, vidiš. Čepar, nisam skužio, čekaj, kaj je bilo s tu? Kak je došao tu? Se Bože, daj. Kaj je, jel to oni se Bože? Snimaj ga, sad ga snimaj, sad nemoj pobjeć. Kaj radiš se, Bože? Kaj radiš? Ne znam. Ej, jel si ti u redu onak? Oprostite, jel vam treba pomoć? Ej. Ko je vrag onak? Idemo do Mati, ne, naš. Da sam pijen. Okej, okay, znači, Matija, studeni... Studeni... Aha, tvrno. Pusto. في المرتبة الثانية، مستشفى ياباني مهجور. حسب المعلومات المتوفرة حول المقطع، فالمستشفى الذي شهد تصوير المقطع انتشرت حوله قصص مختلفة دفعت بالمراسلة الشابة إلى إجراء تقرير عنه. وبعدما انتهت من جمع شهادات أناس حوله، قرر فريق العمل تصوير مقاطع وأخذ صور داخله دون أن يستطيعوا توقع ما ينتظرهم. فهل يا ترى خرجوا أحياء من داخله؟ شاهدوا لتعرفوا. このように怪我人が出たということで、この建物は危険であると、先週この廃病院の所有者が取り壊しを決定した曰く付きの場所なんです。嫌ですよ。写真撮ってみるんですか、こんな中入って。やめましょうよ。やだな。暗いな。怖いな。こう埃っぽいようななんか空気が淀んでる感じがすごくします。本当に心霊写真が撮れるかどうかいくつか写してみたいと思います。このカメラ、怪我をした男性が落としたカメラですね。
何か不気味なものが映ってます。في المرتبة الأولى مبنى حرب أهلية مهجور. حسب زعم صاحب المقطع فقد تم تصويره داخل مبنى شهد أحداث حرب أهلية سابقة أدت إلى إصابة المبنى بقذيفة تسببت في قتل مجموعة من الأشخاص، وربما بقي مجموعة منهم أحياء على شكل أشباح. تابعوا المقطع لتعرفوا. You hear that? Creepy. Hey guys, what's up with that hole? Huh? Looks like someone tried to fiddle. That's creepy, man. Hold on. You hear that? Shh. Quiet. You hear that? Did you hear that? I heard something. You going first? What the hell is that? Shh. Whatever it was. Creepy as heck. Wow. I don't know. The kitchen looks overheated. Bricks falling down. This whole wall's gone, dude. That's crazy. Old stove. I don't know if you hold on. You hear that? Oh. Right, let's get out of here, man. It's creepy. هل بدأتم تحسون بالخوف؟ ما أكثر مقطع أثار فزعكم؟ شاركونا أجوبتكم في التعليقات أسفل الفيديو، ولا تنسوا تسجيل إعجابكم والالتحاق بقناتنا للمزيد من الفيديوهات المنوعة.